كان ينقصهم بصراحة. مالهم الحق جمهور الجوية؟ نعم. عدم رضا كاملة بأيوب وأديشو عطفا على ما يقدمه الجوية؟ نعم. ما راضين على ما راضين، مشكلتهم ما راضين يا اخي. هو يعني متصدر متصدر إيه مشكلة؟ يقول لك مستوى الجويه ما يطمن. هو متصدر الان، واذا فاز اللعبه المؤجله يتصدر صريح. انت عليك كمشاهد وكمتفرج ان تدعم الفريق، ليس انه تطلع لي اعذار وتطلع لي حجج. لا، الان فريق متصدر. هم كان متصدر الفريق. نعم. فرق 7 نقاط ورجع كابتن، والحل يعني المستوى الفني يقول لك للقوه الجويه ما مطمئن لجمهوره وما مطمئن للفنيين، فوين المشكله وفقا لهذه العناصر والوفره؟ لازم اكو مشكله، فوين المشكله؟ يعني المشكله مثلا بالمدرب مثلا؟ انا دا اسال المشكله وين؟ اذا اللاعبين جيدين المدرب يعني وين المشكله؟ يعني المدرب عمل كل شيء اليوم بصراحه، وقلت لك هو اللي نقذ الفريق. انا اقول لك تبديل كابتن ايوب هو اللي تحسب اليه بصراحه، ان يخرج وسط مدافع ويشرك وسط او يشرك مهاجم شريف، هو اللي عمل فارق. هذه يعني يفترض انه ادعم المدرب هنا، مو ابدي اشكك به. بهذا السؤال كابتن سعد يقول انا اسمع وشوشه. وشوشه يعني انا راح اترجم الوشوشه، هناك حديث بين السطور او نيه لتبديل ايوب اديشو. انت انت مع هذا القرار؟ اسمع، انت يعني يا جوله هاي 26 راح يلعب الجوله 27 28، ايش قد تبقى لك؟ 10 جولات يبقى 10 تقريبا. انا ابو حسين بالمنطق انا بقى لي 10 جولات اجي اغير مدرب متصدر؟ وين صارت العام؟ ليش مستغربين؟ لا العام المتصدر والوصيف قالوهم مع الشرطه والجويه. يعني اذا انت الاول والثاني تقيل مدرب زين، الاخير شو يسوي؟ الاخير شو يسوي؟ انت الان والله جاي احسن. انا دائما اتكلم